أشرف الحواوشي أحد أفراد عائلة الحواوشي مكون سيف الدين. إحنا بنمتلك مقابر في تل الكاشف، في عزبة تل الكاشف التابعة للوحدة المحلية بأهل مركز مدينة الزرقاء من أكثر من 50 سنة، ومنذ بداية الدفن في المقابر دي فوجئنا بقيام السيد محمد عوض الجزار بالتعدي على شريط أملاك دولة موجودة أمام المقابر، وإقامة ورشة دهان دوق سيارات دون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة أو الحماية المدنية نظرا لخطورة القيام بتلك الأعمال في كوخ أكشاك خشبية. الشريط المقام على الورشة الموجودة أمام المقابر ده عبارة عن أملاك دولة، وصدر قرار سنة 2010 من وزير الآثار باعتبار منطقة تل الكاشف والمنطقة المحيطة بما فيها شؤون تل الكاشف منطقة أثرية ممنوع التعامل عليها، حتى التراب بتاعها ممنوع التعامل عليه نهائيا. المدعو محمد الجزار بيقول ان هو معاه قرار بتملك المنطقة اللي قدام المقابر من أملاك الدولة. اتضح ان أملاك الدولة عملت ربط كمقابل انتفاع محمد عوض الجزار. الربط ده جاء من سجلات أملاك دمياط قبل سنة 2000 وبدأ يدفع الربط ده، لكن المدعو تقدم بطلب لديوان عام المحافظة للشراء وتملك المنطقة ديتي، فرفض ديوان عام المحافظة مستند إلى أن المقابر المكان ده مجاور المقابر، ولازم عشان يتملك المنطقة دي لازم يبعد 200 متر المقابر بينها وبين السكن أو أي أنشطة تجارية، أو 20 متر عبارة عن جناين بينها وبين المقابر. طبعا ده مش موجود. السؤال: هل مجلس مدينة الزرقاء خد إجراء قانوني تجاه المدعو؟ هل تم تحرير محاضر إشغالات لأنه قائم بإشغال الطريق ووضع تريلات بيتم دهانها عن طريقه الورشة بتاعته؟ هل تم تحرير محاضر غلق للكشك الخشبي لعدم إصدار تراخيص لممارسة النشاط فيه؟ كل ده ما تمش في مجلس مدينة الزرقاء أو الوحدة المحلية في ده. ليه؟ ده السؤال اللي عايزين نعرفه. النقطة الثانية إن في حالة وجود أي جنازة حد عايزين ندفن ما بنقدرش نخش مقابرنا ولا نستقبل المعزين أمام المقابر لوجود التريلات. المدعو محمد عوض الجزار هو شيخ بلد تل الكشف. هل هو بيستغل سلطته بقى في ان هو يشغل المنطقه دي؟ عايزين نعرف ايه الحكايه يعني؟ لا مجلس المدينه عايز يتحرك ولا المحافظه عايزه تتحرك، لان دي املاك دوله ازاي تملكوها؟ المنطقه الشريط ده كله طالع فيه 12 قرار ازاله. هل تم تنفيذ قرار فيه؟ بحجه ان املاك دوله رابطه منطقه هنا محمد عوض الجزار؟ وهل بعد صدور قرار وزير الاثار سنه 2010 يستمر العمل بالربط املاك الدوله على المنطقه دي؟ ده يبقى تقنين الوضع مخالف، ده غلط. حتى لو اتربط عليها، حتى لو هي مملوكه ملكيه خاصه وطلع قرار بيطلب يجي على المنطقه دي منطقه اثريه، يبقى الموجود قبل كده يعتبر لاغي، ما ينفعش يتم التعامل عليه. فين الاجراءات اللي خدها مجلس مدينه الزرقاء والوحده المحليه في ده؟ احنا عايزين حقنا، توجهنا للجهات المختصه، مش عايزين بلطجه من حد، عايزين حقنا القانوني. طريق في مجلس مدينه الزرقاء منفذين اشغالات طريق لمجلس مدينه الزرقاء اللي عايزين يزولوا له بيزولوا له، واللي بيدفع عشان ما يزولولوش زي محمد عوض الجزار ما بيزولولوش وما بيقولوش من اساسها. فدي بعلم رئيس مجلس مدينه الزرقاء ومركز وقسم التنظيم بمركز الزرقاء، عندهم علم بالكلام دوت كله. بسم الله الرحمن الرحيم. مسعد الحواوشي احد افراد عائلة الحواوشي المقومين بسيف الدين. هذه المقابر التابعة لنا منذ قادم الزمن، بنوعى نلاقي اجدادنا وابهاتنا كلهم بندفن فيه. خلال الفترة دي فوجئنا بان محمد عوض الجزار يوجد تريلات للدهان ويقوم امام المقابر، وتلك اللحظات لن نيجي ندفن اي حد، ما بنعرفش ندفن ولا ناخد عزا ولا نعرف، والطريق بيقف وتبقى في مشاكل على طول. فاحنا توجهنا الى السيد رئيس مجلس مدينه الزرقاء
مطلبك ايه؟ مطلبك إيه؟ مطلبنا حضرتك بنستغيث بالسيد المحافظ، لان توجهنا انا لرئيس مجلس مسا والزرع ما فادناش باي شيء ولن يتخذ اي قرار. فاحنا بنوجه للساده المسؤولين السيد المحافظ يشوف لنا اتخاذ اي اجراء بالقانون وليس بالبلطجه لكي نكون امام القانون مسالمين وكده. فتح الطريق يعني في المقابر وعدم انتهاك حرمه الموتى، عامل اشغال طريق ولن ما بنعرفش نعمل اي حاجه، وبيستغلوا سلطته ان هو شيخ عزبه هنا، وبتواطئ معي المركز ورئيس المجلس المدني بتواطئوا معاه ولن يتخذوا اي قرار.